سادتي وأحبتي، وصلنا وإياكم إلى المشاركة ما قبل الأخيرة. نعم، من لبنان المشترك محمد جواد الجباوي. هلا إن شاء الله بالمرحلة الثالثة بدنا نحاول، عم نشتغل على قصيدة اللي هي فصيح وشعر شعبي لوحد عراقي وفارسي، يكون خاتمتها بالفصيح. المواكبة فيها من طريقة الكتيبة للكلمات لحتى موضع الطلوع والنزول فيها، كيف يشتغل بالمقام صح، وإن شاء الله توفيق من سيد الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللجنة الكريمة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. محمد جواد الجباوي من لبنان، محافظة بعلبك الهرمل، العمر 19 سنة. حياك الله. إذا شئتم أن نبتدأ أسمعنا صلاة لمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا متعود لو أجلي على ناغيك، أنا متعود لو أجلي على ناغيك، أنا ناغيك وليلي للعباس راويك، أنا للعباس أراويك. يا قمري يا قمر سهمهم ليش، يا قمر سهمهم ليش، يطفيك يطفيك يا يم حضني دور علي، يا يم حضني دور عليك. صلوا على محمد وآل بيت محمد. للشاعر مصطفى حرب، قل له تعال، جذبت قلبي وقلت ابني عدل، تعال صاح واحد يا هل مضيع طفل، اي مو قلت هذا ابني جا ما رجعت لحضني، اي مو قلت هذا ابني جا ما رجعت لحضني، من كونك متهيهني تعال. صلوا على محمد وآل محمد. تعال جذبت قلبي وقلت ابني عديل، تعال صاح واحد يا هلي مضيع طفيل، تعال شذبت قلبي وقلت ابني عديل، تعال صاح واحد يا هل مضيع طفيل، اي مو قلت هذا ابني، اي مو قلت هذا ابني جا ما رجعت لحضني، من كانك متيهني تعال تعال، تعبني هجرك يا الوليد كتلتني نار الحرق، تعبني هجرك يا الوليد كتلتني نار الحرق، حسبوني خيمة من الخيام من كثر ما محتارق، حسبوني خيمة من الخيام من كثر ما محتارق، بعبا تهيزمو بي أي المهد، بعبا تهيزمو بي أي المهد، بل كت ذكرك شابق،
بل كتذكرك شابقه وجفوني من قد البكي كان ما تنزي انا بزارقه كان ما تنزي انا بزارقه وجفوني من قد البكي كان ما تنزي انا بزارقه كان ما تنزي ما دريت امك بلايا الحسين شلون هي ما دريت امك بلايا الحسين شلون هي ما دريت صوت مرتاح على طقمتون هي ما دريت حتى أمك رادوا يذبحونها عذاب ردتك أبرق وبس ما لحق عذاب ردتك أبرق وبس ما لحق عذاب حضرت لك عمري بس انت متيت نحرك اريد اشتم نحرك اريد اشتم واسبق عبات بدم وانعم تن يوم تعال تعال أحسنت يا عزيز أحسنت. الله يبارك بيك أحسنت ما شاء الله يا محمد جواد ما شاء الله تعال تعال جيبه تعال جيب المايك وتعال ايه. سيد حسين إني تأخر تعال المايك هابيدك تعال سيد حسنين أحسنت يا ملة أحسنت يا عزيز ملة محمد من يا عشيرة بيت من يا بيت جباو الجباوي مو الجباوي مو هو شنو هسه يحكي كل عراقي يعني سيد حسن إيه؟ اقراها ما كنا لبنان لا لا اي اني كتبت من العماره كتبت شباي لا من قرى من لبنان لو من العماره كتبت له لا من قرى النعي كتبت تركيب اللهجه اللبنانيه والعراقيه صايره بدويه اني كتبت حقيقه هو من قرى النعي مو بعلبك اغلبها عشائر عراقيه اساسا لا لا بعلبك اساسا اغلبها عشائرهم اقوم اقدمه صح صح اقدماني قدمه تفضل ما عوفه سيد حسين عوفه ما له دخل ملا محمد المن اللحن اللحن المن الملا عباس البحراني للعزيز الاخ يعني عباس تشتغل من ورانا احسنت احسنت هذا لبناني تطي لحن والقصيده للشاعر هاني عقيل الناشي احسنت 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 هذا تطي لحن هاي لبناني تطي لحن عمل الحانك يا عزيزي يا بعد قلبي اوفا اوفا شيل شيل والله يا عباس يعني ليش ما اعطيت الحان البقية ليش تطلب اسم محمد هذا اللحن قبل ساعة اعطيتك اياه مو قبل ساعة هو القصيدة هو والقصيدة انا قاعد بالكونترول اجى قال لك ورا خمس دقائق قال لك تعال من العباس خلي اسمعه سمعك يعني بس زين يعني ما شاء الله لا يعني, يعني قبل ساعة عاجل لان احنا كنا محضرين غير برنامج يعني يقرا كان يقرا فصيح وفارسي فما رهمت تأخر عن الشارع العفو الشاعر الفارسي وما رهمت فاليوم قبل ساعة اجى قال لي قصيدة ما دبرت دبر بس الفصيح حافظ شيء بالفارسي يعني ايش مقطع بسيط خلينا نشوف بالله حتى لو اظن المعروفات حتى اي قصيدة معروفة مو شرط يعني بس كل الذي قصدك أمو يا خوبم بيتوبم بده أجازت بشم فدائي با شهادت آمادم شجاعم از نسل هيدرم برز من صوب الخيم وبجف لحم ذيب تبعها بهل وعمع موزود زود المجتب ينادي موت الشهادة عند بالعز والإيب ويميني رايده من حنة الدمع يمخضوا بارك الله ما شاء الله ما شاء الله
نعم دكتور مهدي دغاغلة. أحسنتم جزاكم الله خيرا سيدنا، شكرا لك وشكرا للملا أحمد. الله يبارك فيك. ملا أحمد هو كان واضح أنه محمد، محمد اسمه محمد، هو محمد حبيبي، أنا كاتب أحمد ما أدري ليش. يلا كل واحد ما يخدم محمد واحد. جواد، محمد جواد، أي محمد جواد، ملا محمد، محمد أحمد. كان واضح أنه منت متعايش مع القصيدة كثير، وبعدك يعني اللهجة شوية صار بها بين اللبناني وبين العراقي، يعني مرة تميل إلى البدوي ومرة إيه، لذلك هي ملفتة. وصوتك جميل، يعني أنت ظهورك كان بالمراحل السابقة أقوى من هذا بكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك ويجعل هذا العمل ميزان حسناتك إن شاء الله وموفق. شكرا جزيلا. نعم حبيب أبو زكريا تفضل. حياكم الله سيدنا وحيا الله ملا محمد من لبنان. أحسنت يا عزيزي، الله يبارك بيك. ما شاء الله طبعا حضوره وزيه وصوته وأداءه، خصوصا في المقدمة اللي قراها ما تقول رادود من لبنان، تقول رادود من الأعمارة، يعني فعنده إجادة، وهي صعوبة حقيقة، يعني هو من لبنان ويقرأ بهذه اللهجة وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، هذا شيء جيد. وهو مستقر يعني نفسيا وحاضر بكله في الأداء، وقرأ بطبقة صوتية مستقرة، طبعا عنده خامة ما شاء الله رائعة، وعنده عرب صوتية في يعني متأصلة في صوته، فهذا شيء جميل. وأدى قصيدته اللي كانت من مقام الصبا، والأبيات أيضا يعني المستهل والأبيات هي من مقام الصبا، أنا أشوفه كان جيد، ولكن كنا نتأمل من عنده شوية إبداع أكثر، يعني تقديم أكثر. لا تنسى أستاذ يحيى، يعني صار له ساعة من أخذ اللحن، يعني إيه يعني هاي مو سهلة، مو سهلة. أستاذ عباس يقول قرب اللهجة العراقية، يعني يعني إيه طبعا يعني ساعة وقرب اللهجة العراقية، كلش حلو، كلش حلو، يعني أفضل أداء سمعناه، يعني رائع والله، رائع ما شاء الله عليك. أحسنت يا محمد، شكرا جزيلا، الله يوفقك ويبارك بيك، وأنت من الخلوقين المؤدبين، الله يوفقك يا عبد. ولابس الزي العراقي. اي قلت على الزي. الله يبارك فيك ان شاء الله. استاذ حسام تفضل. حبيبي سيد حسنين محمد، ما شاء الله صوتك عريض، واديت اداء واثق من نفسك من اول ما طلعت حتى وانت بتتكلم. المقام الصبا انت يعني عايز اقول لك هضمه، يعني زي ما بيقولوا، وقلته بطريقه حتى ابعاده مش الابعاد اللي احنا واخدين عليها، بابعاد شويه جبلي من وجهه نظري، يعني خصوصا في النزول. تاني حاجة كتر خيرك، انت لسه بتقول واخد اللحن من ساعة، فما شاء الله يعني عليك، احسنت وممتاز. احسنت حبيبي، احسنت، شكرا جزيلا، موفق ان شاء الله ملا عزيزي، الله يبارك فيك ان شاء الله. احسنت، حياك الله، الله يبارك، بارك الله بيك. الحمد لله كان أدائي على المنبر جدا، كنت متمكن وجدا كنت مرتاح، وكله طبعا بعين صاحب الزمان، يعني إجمالا كان ردة الفعل في كان في استغراب حتى من اللجنة، أنه كلبناني بالذات كيف عم بقرأ، هالمرة قرأت عراقي أصعب من هذيك المرة اللي قرأته ككلمات وكطريقة وكلحن، فالحمد لله كان تعليق اللجنة جدا جيد. يعني هلا ان شاء الله بعد اللي عملناه بالبرنامج طبعا جينا اخذنا خبره من الموضوع، لانه هو الاصل هون، فبتمنى اكون تجربه التشجيع لللبنانيه اللي عندنا بلبنان، هي اول حال خاصه بالتراث العراقي، لانه هو اساس اللطم واساس العزاء، وان شاء الله نحن اذا قبلنا الامام الحسين مكفيين طبعا بهالمسيره.